يضرب المسلمين على جنوبهم. نعم. التفسير أن يكون هذا مغطي الصدر نفس ال، هل هذا الإشارة بهذا الشكل؟ حلقة بدون ما يكون على الصدر جزء إشارة غيره كيف يعني؟ شقة شقة كمان زيتون شقة. خالي يعود البحث هل الخمار يعني مقصود ذاته أم أي شيء ستر ما يستره الخمار ماشي الحال؟ وكذلك الجلباب يقال فيه ما يقال في الخمار. فالإنسان إذا كان يؤدي وظيفة الخمار، وأنا في اعتقادي ليس كذلك، لأنه في كثير من الأحيان الإشار ما هو يعني عاض على الرأس، نعم بيتحرك بيتزحزح، بينما الخمار الذي يلفه على العنق وعلى الرأس يصبح قطعة واحدة بالنسبة للرأس. فلا يؤدي الإشار وظيفة الخمار الواقع اليوم، يعني كما أنه ما يسمونه اليوم بالجلباب وهو البنط الطويل أيضا لا يؤدي وظيفة الجلباب الشرعي، إما لأنه قصير وإما لأنه ضيق وإما لأنه يحجم وهكذا. فلابد من أن يكون الثوب الذي تستر المرأة به بدنها واسعا وصفيقا لا يشوف، كما هو مذكور في حجاب المرأة المسلمة. خلاص قول الإشار لا يؤدي وظيفة الخمار.